الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فإن من أعظم عدد أهل الإيمان لمختلف الأحوال والشؤون التي تعرض لهم في الحياة وعند الممات والبرزخ والآخرة عدة الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولارتباط الدعاء أيضا وسرعة إجابته بالصيام جاءت آية الدعاء بعد ذكر الصيام في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث. فواصل الكلام عن الصوم بعد آية الدعاء كما كان يتكلم على الصوم قبل الدعاء، قبل آية الدعاء، فعلم بذلك مكانة الدعاء في سرعة استجابته بالنسبة للصائم. وفي الحديث: إن للصائم لدعوة مستجابة. وفي الحديث: ثلاثة لا ترد دعوتهم، فذكر منهم الصائم حتى يفطر، كما أنها لا ترد دعوة المظلوم حتى ينتصر الله له تعالى ممن ظلم. اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا. بذلك تعلم موضوع الدعاء، وأن الدعاء عظيم المنزلة لدى الله تبارك وتعالى، إذ يعبر عن عبودية الخلق له، وبسر هذه العبودية يرحم الله تبارك وتعالى عباده. إذن فلتكن حريصا أيها المؤمن على كثرة الدعاء حيثما كنت وإنما كنت، فإن الحق تبارك وتعالى يقول في الآية الأخرى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال المفسرون: والمراد بالعبادة هنا الدعاء، فالدعاء هو العبادة كما ورد في الحديث، لأنه مترجم عن خضوعك، مترجم عن إدراكك حاجتك وفقرك، وأنك لا تستطيع في هذا الكون شيء، وأن الأمر بيد هذا المدعو الذي تناديه وتخاطبه وتناجيه جل جلاله وتعالى في علاه. فنعم الإله الكريم والرب العظيم الذي يستحي من عبده إذا مد إليه يديه أن يردهما صفرا، فله الحمد على فضله وعظيم إحسانه. غنم الدعاء فردا وجماعة. ولقد جاء في الحديث أنه ما دعا قوم فما اجتمع قوم فدعا بعضهم وأمن الباقون إلا استجاب الله لهم. فغنم الدعاء مع الإخوان في الله، وغنم الدعاء مع المؤمنين والمسلمين، وغنم الدعاء وحدك، وغنم الدعاء في سجودك. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فحري أن يستجاب لكم. وفي لفظ: فقمن أن يستجاب لكم، أي تقرب إجابة الدعاء للساجدين. فينبغي في ذلك السجود أن تكثر الدعاء لربك سبحانه وتعالى. فإن كنت مأموما في فرض أو في تراويح أو في وتر، فلا تطل السجود بعد ارتفاع الإمام، ادعو ما دام الإمام ساجدا بعد أن تأتي بالتسبيح الوارد. ولكن إذا ارتفع الإمام وقام من السجود فلا تتأخر، لأن متابعة الإمام واجبة. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، فلتكن وراء الإمام على التبعية. فإذا صليت وحدك فطول في السجود ما شئت من التطويل. وأغتنم الدعاء عند الفطر، فإن للصائم عند الفطر دعوة ما ترد. واغتنم الدعاء خلف الصلوات، اغتنم الدعاء في جوف الليل، اغتنم الدعاء في وقت السحر، اغتنم الدعاء عند طلوع الشمس، اغتنم الدعاء بعد صلاة الفرض وبعد صلاة النفل، فإنها مواطن من مواطن الإجابة. كن على صلة حسنة بالدعاء، كن على تعظيم للدعاء، ولكن إذا دعوت فاستشعر عظمة المدعو الذي تناديه وتناجيه وتسأله وتطلبه سبحانه وتعالى.
تتضرع وتبتهل إليه، فإنه رب العالمين، وإنه أكرم الأكرمين، وإنه أرحم الراحمين، وإنه الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فادعوه وأنت معظم، وادعوه وأنت خاضع، وادعوه وأنت خاشع. ولم يزل صلى الله عليه وسلم يعلم أمته الأدعية في الأحوال المختلفة، ويحثهم على الدعاء في كل ما يحتاجونه من أمر الدنيا والآخرة، وحذرهم من الدعاء بالإثم أو قطيعة الرحم، الدعاء بالإضرار للغير، الدعاء على الآخرين بنزول الشدة أو المصائب من غير وجه شرعي في ذلك، فلا يجوز ذلك. وإنما ورد تدعية في حق من عاند وقاتل ظلما وعدوانا وبغيا بغير حق، أن يهزموا وأن يزلزلوا وأن يدفع شرهم. وأما ما عدا ذلك فلا يجوز أن يعتدي في الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا خفية إنه لا يحب المعتدين، الذين يعتدون في الدعاء بأي مظهر من مظاهر الاعتداء، إما بأن يطلب شؤونا خاصة مثلا بالأنبياء أو بقوم قد ذكروا في السنة الكريمة، أو إما أن يكون ذلك الدعاء بالدعاء على خصمه أو على أحد ممن بينه وبينه منازعة بغير حق. بل ورد في الحديث إن المظلوم لا يدعو على ظالمه حتى يستوفي حقه كله، ثم يبقى حق للظالم على هذا المظلوم، يتحول هو الظالم بكثرة ما دعا على ظالمه على غير بصيرة وبينة. إذن فيجب أن نعلم مع حرمة الدعاء أدب الدعاء وكيفية الدعاء وبما ندعو. وخير الدعاء ما كان بآيات قرآنية علمنا الله فيها كيف ندعوه، من أعجبها وأعظمها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سؤال منه أن يؤتيك في الدنيا حسنة، فلا تلاقي في الدنيا سيئة ولا سوءا ولا مكروها ولا مساءة ولا شرا ولا ضرا، وفي الآخرة حسنة، لا تصادف عذابا ولا فضيحة ولا شدة ولا عقابا ولا أهوالا ولا حجابا ولا انقطاعا، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهكذا كما جاءنا في خواتيم سورة البقرة أنها نزلت من كنز تحت العرش، ولا يقرأها لا يقرأ بهما إلى آيتين الأخيرتين من سورة البقرة، لا يقرأ بهما مؤمن إلا في ليلتين إلا كفتها، إلا كفتاه، يقول صلى الله عليه وسلم كفتاه كل شر، كفتاه كل ضر، كفتاه في مقام العمل في تلك الليلة. إذن فينبغي أن نعتني بأدعية القرآن ثم أدعية السنة الكريمة فيما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو خير من دعا الله من العباد، ثم ما ورد عن الصحابة والتابعين وعن الصالحين، ثم المجال مفتوح من الله والرسول لكل مؤمن يدعو بغير إثم بغير قطيعة رحم، فليدعو بما شاء من خيرات الدنيا والآخرة. وأوحى الله إلى بعض أنبيائه: سلني ولو ملح عشاك ولو علف دابتك، أي شيء تحتاجه وتريده فسأل ربك المفضال الكريم الجزيل النوال، يعطيك جل جلاله وتعالى في علاه. واعلم أن كل ما دعوت به ثم أوتيته بورك لك فيه، وأنه ما من مؤمن يدعو بدعاء إلا كان له إحدى ثلاث خصال: إما أن يتعجل له الإجابة، وإما أن يصرف عنه من البلاء بقدر ما دعا بنيل هذا المطلب، وإما أن يدخر له مثوبة وكرامة عند لقاء الحق تبارك وتعالى. حتى إنه عند روية الجزاء على الدعوات التي أجلت ولم يعجل أثرها في الدنيا، عندما يرى الجزاء عليها والثواب في الآخرة يقول صاحبها: ليته ادخر لي جميع الدعوات ولم يعجل لي شيئا منها في الدنيا. على أنه لو دعوت عدة مرات في حاجة واحدة فإن الإجابة تكون في مرة من هذه المرات، ويكون هذه المرات الكثيرة ذخيرة لك تدخر لك عند الله تبارك وتعالى. هذا أولا. وثانيا،
الأمر الذي تطلبه قد تكون له معان ودرجات كثيرة، فإذا طلبته أول مرة أوتيت فيه درجة ومعنى، لكن إذا طلبته مرة ثانية ارتقت بك الدرجة وأعطيته بدرجة أكبر، وهكذا كمثل المغفرة مثلا، تسأل ربك أن يغفر لك وهو من خير ما يسأل، فإذا سألت الله المغفرة فللمغفرة معان واسعة ودرجات كبيرة، فبأول مرة لو استجيب لك وأعطيت منزلة فالمغفرة، فإذا سألت مرة أخرى فاستجيب لك وأعطيت منزلة أكبر، فإذا سألت مرة ثالثة المغفرة فاستجيب لك وأعطيت درجة أكبر في المغفرة، واتسعت بك المغفرة إلى شؤونك وأحوالك وأحوال أهل بيتك وأحوال من حواليك فضلا من الله تعالى وكرما. فنعم الكريم المنان الذي شرع لنا الدعاء ووعدنا بالإجابة جل جلاله، وهو لا يخلف الميعاد، فينبغي أن نستجيب لندائه حتى نرى أثر استجابته لما ندعوه، فإن الله قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي كما أني أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال فلا يتخلف ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله جل جلاله وتعالى في علاه. فاغنم أيها المؤمن منزلة الدعاء وتضرع إلى الله بخشوع وحضور قلب في نيل مصالح الآخرة والدنيا، وخذ من الأدعية كل ما لم يخرج عن قاعدة الشرع، فإن الله تبارك وتعالى فتح لك الباب ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واختر جوامع الدعاء مما ورد في الآيات وفي الحديث الكريم وفي أقوال الصالحين والمقربين من عباد الله تبارك وتعالى، وادعوا بما بدا لك. ولقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود يدعو وهو قائم عند باب المسجد، كان يستمع لقراءته سيدنا أبو بكر وعمر، فلما سمعه يدعو قال ادعو قد استجيب لك، ادعو قد استجيب لك، ادعو قد استجيب لك. فلما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وانصرف قال عمر فأردت أن أسبق أبا بكر فأبشر ابن مسعود، فجئت إليه في الفجر فبشرته فوجدت أبا بكر قد سبقني وبشره، والله ما سبقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني إليه، ونعم السباق إلى الخيرات من أهل تلكم الوجهات الصادقات. وفقنا الله وأخذ بأيدينا وجعلنا من أهل الدعاء وجعلنا من الملحين عليه في الدعاء الذين يحبهم جل وعلا. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وعنا عليه، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.